السلام عليكم. اول حاجه رمضان كريم للجميع. نعرف براسي، معكم ياسين بيكا، رئيس مجموعه بيكا سبور فاميلي، كوتش في تيسبور دي بولدينغ، استاذ فنون قتاليه، واحد من تيم العصبه الشامل بناء الجسم والفيتنس. السلام عليكم. اول حاجه رمضان كريم للجميع. نعرف براسي، معكم ياسين بيكا، رئيس مجموعة بيكا سبور فاميلي، كوتش في تيسبور دي بولدينغ، استاذ فنون قتالية، واحد من تيم العصبة الشامل بناء الجسم والفيتنس. تخصني عالم الرياضة ملي كنت باقي صغير بزاف، ملي كنت باقي في ابتدائي، ديك الساعة كان السن ديالي 8 سنين 7 سنين، كنت كنلعب كرة في المدرسة، ومن بعد انتقلت لواحد النادي اللي كان معروف في طنجة وباقي حاليا، ومن بعد مشيت للتيكواندو، ثم انطلقت المسيرة إلى يومنا هذا. بالنسبة للرياضة في رمضان هنايا في الأصل ما بقاش واحد الإقبال بحال الأول، بحال الأيام عادية، وهادشي هذا عادي، ولكن باقي كنعطي بروغرام للناس اللي كيجيو يتريدوا، مختلف على بروغرام الايام العاديه، بحال اللي كنقول بحال اللي قلت سبق اللي قلت في الانترفيو، كنقص لهم في التمارين، ما يمشي حتى التمارين بزاف، وفي التكرارات في الريبيتيسيون وحتى في الجوالس، باش ما يوقعش واحد الارهاق للناس، وباش الدات ديالهم ما يوقعلهاش واحد الجفاف. الطريقه اللي خصنا ننتقلوا بها من الرياضه من رمضان بعد رمضان تكون تدريجيه. دابا واحد الغلط كيعملوا بزاف الشباب، بزاف الرياضيين، اي كيدوز رمضان كيدخلوا ديريكس وكيعملوا حماش والطاقي عالي، والله حفظ اذا كيوقعوا لهم التيشيروس، كيوقعوا لهم مشاكل، لهذا ريجهم دخلوا الرياضه مور رمضان، داكشي تدريجي، بحال اللي نبداو من جديد، واخا حنايا ديجا كنصريدوا، نمشيو دقه دقه تنشبروا الرسم ديالنا الاولاني. النصائح اللي غنقدمها للشباب بخصوص رمضان، بخصوص الرياضه بناء الجسم والفيتنس، اول حاجه ما يتريدوش في الشمس قايله، الرياضه في قايله راه صعيبه بزاف، لان الداس ديالنا كتخسر الماء وما كتعوضوش، والله يحفظ الله يحفظ، يقدر يوقع له الجفاف على هذه كنأكد عليه، لان واحد الولد كان وقع له هذا العام اللي فات، وفي نفس الوقت يبعدوا على الماكولات السريعه، ويبعدوا على المقليات اللي بغاو يتهلاو في الصحه ديالهم. بحكم ان استاذ كيك بوكسين انا داكشي اللي كيعمل بلا ما نسميه راه معروف في موقع التواصل الاجتماعي، ديك كومباس وديك هذا، عيط لي وانا عيطت له، انا خلص ويخلص، انا داكشي هذاك ما كنأيدوش، عمري نأيدو، وانا الحاجه اللي ما فيهاش مصلحه الشباب ديالنا والشعب المغربي عامه ما كنأيدهاش، انا ضدها، انا بالعكس انا كنأيد الناس اللي كيحفزوا الشباب، ولو بكلمه ديال الخير كده، باش حمر الرياضي كنعرفو انا كيهز التليفون كيعمل واحد الفيديو كيدوز واحد النصيحه، انا بالنسبه لي لهذاك نتبع انا هذاك، واخا ما يكونش عنده لي زابوني، وما نتبعش اخر اللي الهدف ديالو هو الفلوس والشهره. انا القدوه ديالي في العالم الرياضي اللي كنقولها دائما حاليا بالضبط مجال فيتنس وبودي بولدينغ، هو عبد السلام بن صالح، رئيس عصبة الشمال بناء الجسم والفيتنس. داك السيد هذاك قدوة ديالي، وفي نفس الوقت مرتبة الأخ الأكبر ديالي، علاش؟ الصراحة الله ديما واقف معايا وديما كيدعمني، وأنا شرف لي كبير نكون معاه في العصبة، وأنا بالضبط في اللجنة التنظيمية. العلاقة ديالي مع علي الصامد العلاقة أخوية، هذاك السيد هذاك الأخ ديالي، العلاقة اللي كتربطني بهذا الخوت مرتبة الأخ ديالي تاهو، ومجموعة الدائل تاهوما العائلة ديالي، والصراحة فخر نتيما تاهو علي ديما الصراحة كيسجعني كيقول لي كمل وبرافو داكشي اللي كتعمل مزيان، وكنوجه له التحية من هذا المنبر، ومشينا في الديار الأوروبية تاهو الله يوفقه في المسيرة ديالو، والله يوفق التيم كامل للدائل. ضروري خاصو فينا نكملوا فيها، لان هذيك واحد المسابقه اللي كيتسناوها بزاف ديال الشباب، وحنا كنا نعملوها في شهر 4 الاخر تاع 4، هي بحكم جات كورونا وتسلغات، بالحق ان شاء الله كنعملوها في شهر 7، وهذه تكون حصريا سنة اول واحد تعرف التاريخ بالضبط، وان شاء الله تكونوا حاضرين معنا ان شاء الله يا ربي.
برامج مقبله واللي خدام عليها واحد سلسله نجوم صاعده اللي دابا حاليا الحمد لله وصلنا الحلقه 24 الحلقه 25 ناس كنا الحد هذا ديجا مصوره وكل سيمانه كان كل سيمانه كننزل واحد الموهبه واحد بطل المهم كنتمنى من الجمهور ديالنا ومن السكنه طنجه ومغاربه عامه يسجوا هاد الوليدات راه تبارك الله عندهم ما يعطيو انا عارف صعيب يسجعوهم لانهم ما كيعرفهم حتى شي واحد وما كيطلعوش لي فيو وما معروفين شي وحنايا للاسف في هذا الوقت هذا اللي عنده مشاهده هو اللي كنتبعوه يعني واخا يكون ما كيعمل والو المهم عنده مشاهده نتبعوه وهذا واحد الديفو كنطيحوا فيه كاملين انا ملي كنهضر كنعمم حتى انا كل شيء وهذا واحد الديفو كبير بالعكس حنا خصنا نتبعوا الناس اللي تستحق واللي تستحق تسجع واللي كتعطي شي حاجه واللي كتنفع هاد المدينه ماشي حنا اي واحد عنده لي زابوني ان تسبعو يقدر ديك الواحد الا تبعته انا وهذا غيزيد يعطي في التفاهه ويزيد يخرج على الشباب ديالنا. والكلمة الأخيرة وهذه الكلمة خارجة من القلب أول حاجة شكرا بزاف خي سفيان الصحفي ديالنا سفيان ماشي الصديق الأخ وشرف كبير كنت تعرف له السيد هذا من أطيب خلق الله وشكرا جريدة عبير وإن شاء الله تبقوا ماشي في هذا المسار هذا وأنا لي فان ديالكم ومش ما ننساش هذه واحد النقطة مهمة جبت سبق لي جبتها نجبدها دابا السكينة طنجة بارك أخوتي ما تسيبوا الزبل راه كتخنزوا الدنيا راه رونزوا الدنيا راه شي بلايص إلا مشيتي ما كتعرفهمش واش منتزه أولا الزبال أنا كنظهر هيدا بالدارجة هي الهضرة قاصحة ولكن الصراحة هي هذه بحكم دابا حنايا شي وقيلة شي 8 أشهر حنايا كل سيمانه كنعمل واحد العمل تطوعي واحد العمل خيري كنمشيو نجمعوا الزبل كنجبروا شي كوارث اقسم بالله لا قلبك يحرقك بعد في الغابه دراره جبرنا شي مصائب لا اله الا الله واحد السيد انا وراني واحد فيديو سردوا لي في الغابه انا ما شفتوش ولكن هو سردوا لي خايل واحد بلاصه طيحوا الشجر باش ماشي شجر صغارين باش سيبوا فيها الردمه وهادشي هذا صعيب بزاف راه ديك البلاصه صافي مشات وبارتي الزبل الله يديم اخلاق بحال اللي كنقول دائما ورمضان كريم وان شاء الله اللي بغى يجي يتصيد معنا في مجموعه ديالنا بيكاسبور فاميلي مرحبا به يلبس عيد الشاندار ديالو ويجي ما يخلص حتى درهم وشكرا بزاف شكرا سفيان شكرا جريده عبير.